اليوم المجلس حقوق الانسان عقد الجمعيه ديالو العامه، شنو اهم المحاور تاع هذا الاجتماع؟ انا اليوم دوره عاديه وهي الدوره السابعه، واللي من اهم المواضيع اللي غتناقش، واولا كل لجان غادي تقدم العروض ديالها اللي هي تنفيذ ديال الالتزامات اللي يعني كل لجنه يعني التزمت بها، وثانيا غادي يكون كذلك نقاش مفتوح حول يعني كل ما يتعلق بالماليه ديال سنه 2022. بالاضافه للنقطتين المشار اليهما، هناك كذلك مشروع راي بخصوص العقوبات البديله في التشريع الجنائي. دونك هادو هما النقاط اللي غادي نناقشهم اليوم. طبعا الجانب الاخبار والكلمه ديال السيده الرئيسه التي دابت على تقديمها، واللي كتكون هي مؤطره وموجهه للجمعيه العموميه، ومواضيع اخرى ذات صله يعني بالقوانين وبال يعني العديد من اللي يعني كنوجدوها وكنحضروها. المجلس دشين واحد القاعات لقاء على اسم ريان، المرحوم ريان، يعني كيف جات الفكرة؟ وهذه الفكرة هو أولا المجلس كان من بين يعني المؤسسات اللي اهتمت بالموضوع واللي قدمت فيه الكثير واللي احتضنت يعني تلك المأساة، ويعني نبهت إلى كل الأسباب الاجتماعية والبيئية والجغرافية التي كانت ربما السبب المباشر في أن يقع ما يقع للطفل ريان، ولكي لا يتكرر هذا، ولحفظ الذاكرة وللتنبيه والمزيد من التحسيس والمواكبة، أن اختار المجلس اليوم أنه يتشن واحد القاعة اللي هي الآلية ديال الحماية ديال الطفل، واللي هي مجهزة بأحدث التجهيزات لأول مرة في مجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللي كيبين بانه واحد الاهتمام قوي وكبير بهذه الاليه هذه، الجانب كل الاليه طبعا واللجان الاخرى، وبالتالي ان اليوم هذه القاعه اللي غادي تحمل ولا اللي كتحمل الصوره ديال الطفل ريان والقاعه يعني في الاسم ديالو، فهذا كيدل على ان القضيه ديال الطفوله والاطفال المغاربه وبكل ما يمكن ان يتعرضوا له هي في قلب يعني في صلب الاهتمامات ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبالتالي هذه الان من المميزات اللي كتميز المجلس الوطني لحقوق الانسان، خاصه على انه يشتغل على هذا الموضوع ضمن المعايير الدوليه وضمن المواثيق اللي يعني البروتوكولات اللي الدوله المغربيه صدقت عليها، وللمغرب قطع اشواط لا على المستوى المؤسساتي ولا المستوى المؤسسات الدستورية، ولا كذلك على المستوى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل.